لان هذه الدراونات يعني دراونز فايتر يعني محلقة مقاتلة فيها ريسيفر وفيها كوميونيكيشن ويكتشفها رادار. لماذا منظمة البانسير أخفلت اكتشافها والحال أنها حينما تدخل في يعني في عمق 5 كيلومتر وتضرب في عمق 3.5 كيلومتر ومدى ب30 كيلومتر؟ طيب البيت لم يبعد أكثر من 1 كيلومتر، لماذا منظمة العفو ليست منظمة البانسير، منظمة السيرام، منظمة البانسير هاي لدى الدفاع الجوي؟ أجيب على هذا السؤال سيد أبو ريف. أنا أمس سألت هذا السؤال للسيد الناطق الرسمي، قال الجهة التي استخدمت هذه الطائرات كانت ذكية وطارت على ارتفاعات منخفضة جدا بحيث لم تكشف. هذا كان الرأي الفني. لا استاذ نجم، يعني هو الرجل هم حق من يجاوب هيك اجوبه، لانه رجل هو ناطق وهو شخصيه محترمه ومحبوبه. لكن وددت القول ان لدينا رادارات في الدول. استاذ نجم خذها قاعده مني، جميع دول العالم سياده الدول تبدا بالدفاع الجوي حينما تكون حتى القوه الجويه حينما تحلق الطائرات من مدارجها تتحول من عهدة القوة الجوية إلى عهدة الدفاع الجوي. الدفاع الجوي إلى الآن لا يملك أكثر من منظومة بانسير المتقادمة. الولايات المتحدة صارت معنا كتلك التي تمنع درها ودر غيرها، لا هي تسمح وتأذن لنا بشراء C-300 أو C-400 من روسيا، ولا هي تعطينا منظومة الباتريوت. طبعا ما تعطينا منظومة الباتريوت لمخاوفها من أن العراق سيسربها إلى إيران وسوف تعرف التقنية والتكنيشن والتقنية الموجودة في داخلها. ونحن وقعنا بين نيران متعددة، وقعنا بين فكوك للكماشات وليس فكي كماشة واحدة. لذلك أعتقد من الحكمة في مكان أن كان المفروض لو كانت عندنا دفاع جوي، لأن الآن دفاعنا الجوي عنده قدرة جدا عالية. طيب سيدنا، حتى الطائرات الشراعية بالمناسبة سيدنا أريد استفاد من خبرتك، يعني هذا الكلام الإيحاء الذي تقول به وفقا لما تفترض أنت، ماذا يعني لك أنه السيرام لم يكشف الطائرة؟ هذا وين تريد توصل به؟ يعني تريد تقول أنه للأمريكان يد في هذا أم لجهة الخارجية يد في هذا؟ خليني أفهم عن لسانك. لا أنا لا أعتقد، لا أنا قطعا لا أعتقد أن الأمريكيين أي الأمريكان لا يقومون بمثل هكذا فعل. يعني الأمريكان هي قوة، يعني هي حاربت داعش وهي قوة تقود التحالف الدولي. نستبعدهم من هذه الفرضية. لكن في الوقت نعم، أنا لو سألتني بصراحة يعني شنو ليش الأمريكان ولا حتى المجاميع يعني التي هناك بعض من الغمز واللمز يحاول أن يوحي للمشاهد بأن جهة عراقية بالحكومة مشتركة وجهات بالحكومة مشتركة وخسرت الانتخابات وهي من نفذ الضربة. ذولا أيضا راح نطلعهم خارج الافتراضات، يبقى منه يعني يمكن المفوضية. هو هنا اللجنة هي من ستقرر. أنت ليش تتكهن أستاذ نجم؟ أنا وأنت لماذا نتكهن بما لم يتم كشف النقاب عنه بعده؟ إحنا مو نثق بحكومتنا، مو نثق بأدواتنا التنفيذية، مو نثق بأجهزتنا الأمنية، مو نثق بالدولة كبناء حالي وإن كان مؤقتا وهو ينتظر مرحلة مقبلة. إذن علينا أنا وأنت أن نكون من المنتظرين لما يعني التكهن، أي تكهن يعني قد يؤدي إلى حدوث فتنة. يعني اليوم التوقع التكهن منك أو مني أو من الأخوة يعني اللي معانا ضيوف قد يؤدي إلى منزلة.